بعدما ضيقت أزمة المحروقات الخناق كثيراً على اللبنانيين، عملت الدولة على إيجاد حلول ولكن مؤقتة. حلول رفعت في الساعات الماضية أسعار الوقود بشكل كبير، لقد زادت بنحو 3 أضعاف خلال شهرين، علماً أن الحل اعتمد سعر صرف الدولار 8000 ليرة، بينما السعر في السوق السوداء يلامس 20000، فيما تؤكد المعلومات أن رفع الدعم كلياً عن المحروقات سيحصل قريباً، وحينها ستحل الكارثة الأكبر، وسينعكس ذلك مزيداً من الارتفاع الجنوني في الأسعار. فما هي جدوى الإجراءات الجديدة المعتمدة في ملف المحروقات في لبنان؟ وهل هي مجرد احتواء لغضب الشارع؟ وهل يمكن للبنانيين تحمل الارتفاع الكبير في الأسعار وسط استفحال الأزمة الاقتصادية والمعيشية؟ نناقش هذه التطورات مع ضيفينا من بيروت الليلة، عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر، الصحفية الاقتصادية محاسن مرسل. أهلا بكما معنا في هذا الحوار من غرفة الأخبار. أستاذ وليد، أسعار الوقود ارتفعت اليوم بنسبة 66% بعد الاجتماع الأخير، الاجتماع الرئاسي اللي انعقد بحضور حاكم المصرف المركزي. هل تعتبر الطبقة السياسية الحالية في لبنان ومن يدير شؤون البلاد المالية والاقتصادية، هل يعتبرون أنه هذا القرار قراراً صائباً في الوقت الراهن في لبنان؟ للأسف ليس هناك من يدير الأزمة الاقتصادية والمالية حاليا في لبنان، هناك حكومة مستقيلة ولا تصرف الأعمال، وتاليا هناك فراغ معين في هذه الدولة في هذه الأيام، وتاليا يقوم رئيس الجمهورية بين الحين والآخر بالدعوة إلى اجتماعات اقتصادية ومالية ولربما أمنية أيضا في بعض الأحيان، وهذا ما قام به مؤخرا، إذ أن آخر اتفاق تم في أول تموز يوليو الماضي كان هناك دعم لصفيحة البنزين على سعر الدولار 3900 ليرة، ولكن حاكم مصرف لبنان التزم حينها بمهلة 3 أشهر لتطبيق هذا الاتفاق، لكن في منتصف المهلة أي في منتصف أغسطس آب الحالي تراجع عن هذا القرار دون الرجوع إلى السلطة الإجرائية، ووفقا للقانون اللبناني والدستور اللبناني أي موظف في الدولة اللبنانية كان عليه الالتزام بالسياسة التي تضعها الدولة اللبنانية والسياسة المالية تضعها الحكومة اللبنانية، وهذا ما لم يلتزم به حاكم مصرف لبنان، وتاليا ما كان يريد أن يقوم به حاكم مصرف لبنان في الأسبوع الماضي هو رفع سعر صفيحة البنزين إلى سعر السوق السوداء للدولار أي 19 أو 20 ألف ليرة، لكن ما قام به رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير منذ يومين نجح في أن تكون دعم جزئي على سعر 8000 ليرة، وتاليا خفض لكن هذا مؤقت ما كان حاكم وليد. مصرف لبنان يريد أن يقوم به هذا حل مؤقت، وحتى الحل المؤقت اللي تابعناه الآن لا يتحمل الشارع، أليس كذلك؟ بالتأكيد المشكلة الأساسية أن حتى سعر صفيحة المحروقات الحالية لا يتحملها الشارع، إذ أن قيمة الدولار الأمريكي هي حوالي 13 أو 14 مرة زيادة على سعرها السابق، وتاليا حتى الآن ما زالت الرواتب هي ذاتها خصوصا للقطاع العام والقوى الأمنية وغيرها، وتاليا هناك مشكلة كبيرة، لكن الخروج من الأزمة يتطلب مراحل، ولا يمكننا الانتقال من سعر 1500 إلى سعر 20000 بين ليلة وضحاها، وتاليا هناك مرحلة انتقالية يواكب هذه المرحلة الانتقالية البطاقة التمويلية التي ستساعد جزئيا الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وهذه البطاقة التمويلية التي أقرت في البرلمان اللبناني سوف تبصر النور مبدئيا في الشهر القادم، وهذا ما ننتظره، وحينها يمكن رفع سعر المحروقات مرة أخرى أو رفع الدعم عن سعر المحروقات، ولكن لربما سيواكبه أيضا رفع الأجور، وهذا ننتظره لاحقا. ننتظر الكثير بطبيعة الحال من القرارات أستاذ وليد، لأنه يحتاج اللبناني الكثير منها حتى يكمل حياته. أستاذة محاسن، أهلا بك معنا إلى هذا الحوار. كما نتابع، أسعار المحروقات ارتفعت 3 أضعاف بغضون أقل من 3 أشهر، ما تبعات ذلك أستاذة محاسن الاقتصادية على الشارع اللبناني اللي كما يصفه كثر منهار اليوم؟
يعني للأسف موضوع رفع أسعار المحروقات وتداعياته لا تقتصر فقط بسبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين أو المازوت، الناس لا تحصل على هذه الصفيحة المدعومة من قبل مصرف لبنان، سواء كانت على 3900 ليرة لبنانية أو هلأ 8000 ليرة لبنانية. كل هذه الحلول هي تعيدنا إلى المربع الأول. هذه الحلول الترقيعية للأسف ستزيد الأزمات وإن خفف من حدتها لأيام، ولكن طوابير الذل ستبقى كما هي، المشاكل والعنف سيبقى كما هو، والضغط على الشلل بكل القطاعات الحيوية في لبنان للأسف سيبصر النور مع تقدم يعني بداية شهر أيلول والاقتراب من نصف شهر أيلول. والبروفا يعني شهدناها في الأسبوع الماضي، كان هنالك وكأن يعني وكأن البلاد أطفأ كل محركاته، المستشفيات تستجدي المازوت من قبل، شهدنا التبرعات من الخارج، شهدنا من قبل أيضا الأحزاب السياسية التي نشطت على خط بيع المواقف للمستشفيات وأيضا لأصحاب المولدات الإتيان بالكهرباء إلى الدول، أيضا شح في المياه، أيضا محلات السوبر ماركت أقفلت بشكل كامل بسبب عدم توفر المحروقات. هذه المشهدية لن تغادرنا عما قريب، يعني هذه المشهدية أو بروفا الارتطام الكبير للأسف ستكون شاهدة على الأمر من منتصف أيلول وحتى إعلان رفع الدعم بشكل كامل، إلا إذا حصلت التسوية يعني كما يحصل اليوم يعني على الطريقة اللبنانية، معالجة الأمور بتركيب الطربوش للمواطن اللبناني. اليوم حاكم مصرف لبنان في هذا الدعم على 8000 ليرة لبنانية هو بمثابة دين على الدولة اللبنانية، على عكس الدعم السابق الذي لم يذكر حتى في مشروع موازنة 2021، وكأن الدولة يعني تعاطت وكأن هذه الأموال أتت من المريخ، لم تسجلها على أنها نفقات محسوبة على الدولة اللبنانية. اليوم حاكم مصرف لبنان وبالكباش السياسي بينه وبين رئيس الجمهورية يقول بأنه ملزم بحسب قانون النقد والتسليف المادة 91% منه بإقراض الدولة، ولكن هذا هو دين على الدولة اللبنانية. هذه الحلول الترقيعية ستعمق من الأزمة، لأن حسن الناس لا تثق بالدولة وستلجأ إلى مزيد من التخزين والتهريب. نعم. ما الذي جعل حاكم مصرف لبنان يقبل بهذا الحل الترقيعي مثل ما عم نصفه الآن؟ يعني كان ببداية الأزمة يقول أنه لا يمكنني إلا أن أرفع الدعم بالكامل، وبالتالي ما الذي حصل حتى ينجح اليوم أو يقبل اليوم بهذا الحل؟ أولاً قانون النقد والتسليف، المادة 91 من قانون النقد والتسليف تلزم حاكم مصرف لبنان بحالة الضرورة، واليوم يعني نشهد المأزق الاجتماعي الكبير الحاصل، بإقراض الدولة اللبنانية على أن يسجل هذا الدين على الدولة اللبنانية وأن تقوم الدولة بإيفاء الفوائد التي يقررها مصرف لبنان. حاكم مصرف لبنان اليوم يتصرف بأموال يعني نحن لا نعلم من أين أتت هذه الأموال. هو يقول بأن الأموال التي كانت قابلة للاستعمال قد نضبت، وبالتالي لجأ فيما قبل إلى ترشيد الدعم وترشيق الدعم، وبالتالي لجأ إلى خطوته السابقة بإعلان رفع الدعم كليا أو بالأحرى الدعم على سعر صرف الدولار ليس السوق السوداء. حاكم مصرف لبنان لا يقول، لنكن واضحين في هذه النقطة، هو لا يعترف بالسوق السوداء، هو يحدد سعر الصرف بناء على سعر يعني سعر منصة صيرفة، وهي بالغالب تكون بأقل من سعر صرف السوق السوداء ب 2000 إلى 2500 ليرة لبنانية. قال بأن الدعم سيتغير يعني في هذه الحالة، سيبيع الدولار على سعر منصة صيرفة. اليوم طبعا يعني والمجلس الدفاع الأعلى يعني الأرجح بتشكيل حكومة ليس باللجوء إلى يعني السلطة الإجرائية، هي من تقرر كيف وتضع السياسات للخروج من هذه الأزمة وليس مجلس الدفاع الأعلى. يعني بالتالي رضخ هنالك إقراض للدولة اللبنانية. بالتأكيد حاكم مصرف لبنان يستعمل هذه الأموال بما يعرف من التوظيفات الإلزامية. حاكم مصرف لبنان يريد القانون، لا يوجد، بس اسمحي لي بس يعني كلمة صغيرة، لا يوجد ما يسمى باستعمال الاحتياطي الإلزامي. هذه توظيفات إلزامية أنشأها حاكم مصرف لبنان بموجب تعميم، هو من يحدد نسب الاستعمال لها، ولكن هو يريد غطاء قانوني له فقط لغير. قد يكون حاكم مصرف لبنان يأتي من هذه السيولة اليوم من قبل من هذه التوظيفات الإلزامية. نعم.
لكن أكثر ما يهم المواطن اللبناني، وسأوجه سؤالي للأستاذ وليد الآن، إن كانت بالفعل تنتهي مع هذا القرار أزمة المحروقات، وأهم شيء طوابير الذل اللي شهدتها محطات الوقود بلبنان مع قرار رفع الأسعار. يعني اليوم في مخاوف كبيرة من أنه يكون تم الاتفاق بالفعل أستاذ وليد على رفع الأسعار بنسبة 66%، لكن على الأرض وأمام هذه المحطات لا يتغير أي شيء. هل تنهي أو ينهي هذا القرار هذه الأزمة اللي يعيشها اللبناني أستاذ وليد؟ توضيح صغير، ليس مجلس الدفاع الأعلى هو من اجتمع وأقر هذا الاتفاق الذي جرى منذ يومين، بل هو اجتماع اقتصادي مالي جرى في قصر بعبدة. بالعودة إلى سؤالك، أنا لا أعتقد وأنا لست متفائلا أن هذه الطوابير ستنتهي بين ليلة وضحاها. المشكلة ستبقى، وهناك سببين أساسيين. السبب الأول هو التخزين والاحتكار، والسبب الآخر هو التهريب. معظم اللبنانيين يخزنون المحروقات اليوم لأنهم يعلمون أنه بعد شهر من الآن أو شهر ونصف سوف ترتفع الأسعار مجددا، وهم تاليا يخزنون هذه المحروقات في منازلهم وتشكل خطرا على بيوتهم، إضافة إلى ما اكتشفه الجيش اللبناني في الأسبوعين الأخيرين. إضافة إلى ذلك، هناك مشكلة التهريب إلى سوريا، وهذه المشكلة لن تحل أيضا، لأن فرق سعر المحروقات بين لبنان وسوريا ما زال كبيرا. وتاليا أنا لست متفائلا إلى درجة أن لن نرى هذه الطوابير غدا صباحا. ستبقى هذه الطوابير لأن معظم الشعب اللبناني سيبقى يتجه إلى محطات المحروقات لتعبئة الخزانات وتعبئتها لربما بشكل يومي وتخزينها في منازلهم كما سبق وأشار. يعني أنت توافق هنا أستاذ وليد أنه هذا القرار اللي اتخذ في يعني أو خلال هذا الاجتماع في القصر الجمهوري برفع أسعار المحروقات سيفقر اللبناني أكثر فأكثر، سينهي لربما ما تبقى من الاحتياطات الأجنبية بالمصرف المركزي، سيؤدي إلى مزيدا من التدهور بسعر صرف الليرة، وسيعزز التهريب والاحتكار أيضا كما تذكر لنا الآن. توافقني على هذا الكلام؟ لن يعزز التهريب، التهريب موجود ولربما سيخف التهريب قليلا، لأن نسبة الأرباح ستقل إذا كان المهرب. لكن الأرباح موجودة أستاذ وليد، ستبقى الأرباح 3900 أصبح الآن على 8000، بس سيربح بكل الأحوال، سيتابع بربحه يعني، وتتم الاستفادة من الوقت يعني المتبقي. خفت الأرباح، لكن المشكلة الأساسية اليوم أن أو بالأحرى الحل الذي ارتآه حاكم مصرف لبنان في هذا الاجتماع أنه لن يدعم المحروقات من الآن فصاعدا، هو أعطى سلفة بقيمة 225 مليون تحتسب من موازنة عام 2022، وتاليا هي تختلف عن الدعم السابق. الملاحظة هنا أن حاكم مصرف لبنان في المرحلة السابقة هو من قرر أن يأخذ على عاتقه قرار الدعم دون الرجوع إلى السلطة السياسية. أما اليوم هناك غطاء سياسي لما يجري، وهذه نقطة إيجابية. والنقطة الأخرى في هذا الموضوع أن الاحتياطي الإلزامي لن يمس، إذ أن الاحتياطي الإلزامي الذي هو اليوم 14% سيبقى 14%. والملاحظة الأخرى، حاكم مصرف لبنان أخذ قرارا منذ 3 أشهر بتخفيض الاحتياطي الإلزامي من 15% إلى 14% أيضا دون الرجوع إلى السلطة السياسية. وتاليا هناك تناقض، بعض الأحيان يقوم حاكم مصرف لبنان باتخاذ قرارات دون الرجوع إلى السلطة الإجرائية أو التنفيذية، وبعض الأحيان يتذرع أنه لا يستطيع أن يأخذ أي قرار دون الرجوع إلى هذه السلطة. وتاليا هذا التناقض يحسب على حاكم مصرف لبنان، وعلينا متابعة ما يجري في المرحلة اللاحقة. أنا أعتقد أن المرحلة اللاحقة بعد شهر أو شهر ونصف من الآن سوف تعود إلى أزمة جديدة بالمحروقات وغيرها، إذ أن المشكلة الأساسية ستبقى كما سبق وأشرنا هي، وعلينا أن نجد الحلول الأساسية، والحلول الأساسية هي تبقى في السياسة. من ضرورة تشكيل حكومة وبأسرع وقت ممكن،
وهذه الحكومة عليها كسب ثقة اللبنانيين بالدرجة الأولى، المجلس النيابي بالدرجة الثانية، والمجتمع الدولي بالدرجة الثالثة للوصول إلى مكان. وعلى ما يبدو التحديات كبيرة أستاذ وليد، لأنه حتى الساعة يعني لا مؤشرات على أنه ولادة الحكومة قريبة على الرغم من التصريحات الإيجابية التي تحيط بذلك. أستاذ محاسن، أشار الأستاذ وليد الأشقر إلى أنه الاحتياطي الإلزامي لن يتم المس به. طيب اليوم لم يرفع الدعم كليا بعد، من أين سيأتي يعني حاكم مصرف لبنان بالأموال خلينا نقول لتغطية هذا الجزء من الدعم حتى الساعة؟ نعم، أولا يعني نقطة بالأساس فيما يتعلق بموضوع الدعم، الدعم هو يعود إلى تشرين الأول أكتوبر قبل اندلاع ثورة 17 تشرين، عندما بدأ يتغير سعر صرف الدولار، والدعم تم بالاتفاق مع الحكومة التي كانت يعني حكومة سعد رفيق الحريري، ويومها تم الاتفاق على تمويل الشركات المستوردة للمحروقات والقمح والأدوية على دولار 1500 ليرة لبنانية لتجنب ارتفاع سعر صرف الدولار والحفاظ على معدلات يعني مستوى متدني من التضخم، ولكن حصلنا يعني وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فيما يتعلق بموضوع التوظيفات، هذه التوظيفات الإلزامية ليست يعني الاحتياطي الإلزامي التي تكلم عنها قانون نقد وتسليف، لأنها بالعملة الصعبة، هي نشأت بموجب تعميم صدر عام 2001 من قبل حاكم مصرف لبنان عندما بدأت دولة الاقتصاد اللبناني. هذه التوظيفات الإلزامية كانت المصارف تعطى عليها نسب معينة من الفوائد، هذه التوظيفات الإلزامية هي توضع أيضا بالخارج كما الموجودات المالية التابعة لمصرف لبنان. التحكم بنسب التوظيفات الإلزامية لا يحتاج إلى قانون، هو قرار يحدده الحاكم، لأنه يتعلق بالتحكم بالكتلة النقدية المتعلقة بالعملات الأجنبية. لذلك خفض يومها النسبة من 15 إلى 14% على أن يذهب هذا المليار دولار إلى المصارف لتطبيق التعميم 158 والمتعلق بمنح المودعين 400 مليار 400 دولار. يا ريت 400 مليار. اليوم الحديث أنه عن استخدام، هو يريد فقط قانون يجنبه أي ملاحقة جزائية في المستقبل بتهمة يعني تبديد أموال المودعين، يعني على أساس الأموال السابقة يلي استعملها كانت جاية من المريخ مش أموال المودعين، يعني عندك 100 مليار راحوا هول أجوا هبة من المريخ مش أموال المودعين. نتيجة ما نعيشه محاسن هي نتيجة سياسات عشوائية وغير مدروسة كما وصفتها. طبعا لكن هذا الانهيار الذي يحصل هو انهيار بالتكافل والتضامن تماماً بين كل الأطياف السياسية الموجودة في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية وحتى اليوم بالتكافل والتضامن. تمام، لكن محاسن، هل من بدائل حقيقية اليوم تقدم حلول المستدامة أم إنه الأمر غير وارد الآن بغياب الحكومة؟ اولا نحن نحتاج الى حكومه، ولكن يعني فلننتقل الى البديل المتوفر اليوم، هو بالبطاقه التمويليه. يعني العلك بالبطاقه التمويليه، واليوم اللجنه الوزاريه المكلفه ببدء تطبيق البطاقه التمويليه عدلت على هذه الخطه، تقول اليوم بوجوب تامين الحكومه نصف المبلغ، يعني نحن عم نحكي تقريبا عن 550 مليون دولار تقريبا، تقول بان على الحكومه وجوب تامين نصف هذا المبلغ من خلال المفاوضات مع البنك الدولي للحصول على القروض يعني التي لم تستخدم في لبنان أن توظف في تمويل البطاقة. وكما تعلمي هذا يحتاج إلى كثير من الوقت، هذا من جهة. من جهة أخرى فيما يتعلق، نحن نبقى اليوم في مشكلة التمويل، فضلا عن أن البنك الدولي له معايير خاصة في من سيستفيدون من هذه البطاقة. هذا الشق. شق آخر متعلق بالأموال التي ستأتي من حصة لبنان، يعني حقوق السحب الخاصة في لبنان أو ما يعرف في صندوق النقد الدولي بشهر أيلول قرابة 860 مليون دولار. نعم. في جزء من هذه الأموال على أساس سيقر قانون لاستخدامها، كمان إلى اليوم لم يتفق عليه. المشكلة الأهم هي عدم الاتفاق على الأموال، هل هي بالليرة اللبنانية أم بالدولار الأمريكي. صندوق النقد والبنك الدولي يصرون على أن يكون التمويل بالدولار للحفاظ على القدرة الشرائية. أعتقد أنا العائق الأساسي هو للتوظيف الانتخابي، وأعتقد أيضا العائق الأساسي هو يعني إلى اليوم
المشكلة الكبرى هي كيفية الانتقال السليم من دعم المحروقات إلى رفع الدعم، لأن الارتطام الكبير سيحصل عند إعلان رفع الدعم عن المحروقات. هنا نكون بالفعل وصلنا إلى الارتطام الكبير وإلى الكارثة الاجتماعية. وقبل ذلك يعني كبيرة جدا للأسف. بعد عندي دقيقة واحدة متبقية للحوار، لكن أود أن أعرف من الأستاذ وليد الأشقر، قبل ما نصل إلى هذا السيناريو اللي تتحدث عنه الأستاذة محاسن، هل سنرى ولادة لهذه الحكومة المرتقبة؟ لدينا أجواء إيجابية في الساعات الماضية، ونحن نستبشر خيرا غدا وبعد غد. هناك بعض صرنا أشهر نسمع الأجواء الإيجابية أستاذ وليد. أنا أستطيع أن أؤكد أن هناك أجواء إيجابية تختلف جدا عن الطريقة التي كان يتعاطى فيها الرئيس سعد الحريري. الرئيس سعد الحريري كان يتعاطى بخفة مع الملف الحكومي، بينما يبدو أن الرئيس ميقاتي، وهنا لا أعطي كريدي يعني لرئيس ميقاتي، فنحن لم نسمي الرئيس ميقاتي، ولكن الرئيس ميقاتي يتصرف بطريقة موضوعية أكثر بكثير مما كان يتصرف به الرئيس الحريري. وتاليا سنستبشر خيرا، ولربما في الأسبوع القادم سنرى بوادر تشكيل الحكومة، وهذا ما يعني لدي معطيات اليوم صباحا أن هناك أجواء إيجابية في هذا الشأن. هناك بعض العراقيل الصغيرة أو بعض التسميات، لكن الخطوط العريضة لتركيبة الحكومة قد وضعت، وهناك لربما نصف عدد الوزراء تم الاتفاق عليهم، ويبقى النصف الآخر لربما تزلل العقبات في الأسبوع القادم. وعلى أمل أن تلبي هذه الحكومة تطلعات الشعب اللبناني. شكرا جزيلا لعضو المجلس السياسي للتيار الوطني الحر وليد الأشقر، والشكر موصول للصحفية الاقتصادية محاسن مرسل على كل المعلومات القيمة التي قدمتها لنا.